بص هقول لك على حاجه، لو هنتكلم تحديدا عن امس، يعني هو الفوز او فوز المنتخب امر اعتقد طبيعي، لكن تاني الاداء، هو القصه كلها فيه برضو الاداء. احنا ما اعتقدش ان احنا عجبنا الاداء، وامبارح كان واضح جدا ما عجبش كمان يعني الجمهور. لكن ده بقى التصريح اللي انا عايزه اروح ليه، كيروش رد على الكلام ده. خلي بالك حضراتكم، هو بيتابع ردود الافعال بشكل كبير جدا. هو رد على ده تحديدا خلال المؤتمر الصحفي، وقال انا بجهز 40 لاعب عشان اختار منهم 11 لاعب، وهو عارف ان مهمته الحقيقيه خلاص بدات من الوقت الحالي عشان يقدر يجهز اللاعبين بقى للبطوله العربيه، وعندنا كمان امم افريقيا. وهدفه، هو تحدث ان هدفه عوده الفراعنه لقوتها السابقه، بحيث ان هم يوصلوا للماتش الفاصل في مارس، وتكون المنتخبات هي اللي خايفه من مواجهتنا مش العكس. وطبعا كمان خلينا نقول ان احنا اتكلمنا قبل كده كتير عن نجومنا، ان هم قادرين على تخطي اي منتخب، وعلينا اننا كمان يعني نتجنب بقى الاخطاء السابقه ونطور من الاداء الفتره اللي جايه. طيب حلو قوي، برضو على الارض ان شاء الله ده هيتم ولا لا؟ هو ده يعني، او الرد هيكون على الارض بقى الفتره اللي جايه، وده اللي هيبان في الفتره اللي جايه. ولكن الكلام عن حد عارف يقرا دماغ كيروش، ما زلنا غير قادرين على قراءتها. الحاجه الاكيده في الموضوع ان انت الجمله اللي قلتيها جمله مظبوطه مليون في الميه، فعلا الفتره اللي هي فترة شغل، واعتقد من المفترض ان كيروش هيحتاج يلعب مباراة ودية قوية للمنتخب، وهيحتاج معسكر مدته تكون معقولة وكافية قبل المباراة الفاصلة، واكيد كمان هيكون ليه جولات في مباريات الدوري عشان يختار العناصر الجديدة اللي يقدر يدعم من خلالها المنتخب، واللي يقدر يوصل من خلالها للتوليفة اللي في دماغه واللي عايز يحققها. والفترة الجاية كمان اكيد محتاجة مننا كإعلام وكجمهور ان احنا نساندهم، وبإذن الله بإذن الرحمن يعود المنتخب كالعادة لسابق عهده ولإنجازاته اللي احنا تعودنا عليها من خلاله. يا رب إن شاء الله.